احنا طبعا مكملين في سلسلة حلقاتنا عن بر الوالدين، بقالنا كده اسبوعين بنتكلم في الموضوع ده لأهميته. سنة؟ ماشي. لسه معنا طبعا حلقات هنكمل الكلام في الموضوع ده لانه بجد مهم جدا. والنهاردة مهم جدا لان احنا احيانا بنسمع بعض الاشياء يا استاذة دعاء او بعض الكلام ان ابويا بيقول لي ما ينفعش ما تروحش يا ابن لعمتك عشان في مشاكل، ما تروحش لعمك، ما تروحش لخالك، انا ما بكلمش خالك فانت يجب اللي انت، او بابا بيقول لي ايه الحجاب اللي انت لابساه ده فقلع الحجاب. النهارده هنتكلم هل يجوز اصلا هي طاعه الوالدين مطلقه؟ يعني انا ابويا مهما يقول لي يا خلاص بقى ده اب، يعني ده مقدس، يعني ام دي مقدسه، يعني انا اسمع كلامهم لحد ايه؟ ايوه. هو انا اسمع كلامهم في بعض الا في بعض الامور. اول حاجه لو الاثنين او حد فيهم يعني امرني بمعصيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف، الحديث في البخاري ومسلم، خلاص. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ورب العالمين بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا ايه تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب الي. طيب انا عندي الايات وعندي الادله دي كلها على ان يا اخوانا ما ينفعش ان الاب اولا اول حاجه ان هو يامر ابنه بمعصيه، واذا امر فمعصيه يعني ايه؟ اولا معصيه واجبه باجماع. يعني ايه باجماع؟ يعني انا دلوقتي صله الرحم واجبه ولا مش واجبه؟ طبعا واجبه. هل فيها خلاف؟ لا. يعني هل في بعض العلماء قال لك لا، هو في قول بيقول ما ينفعش ان انت تروح تزور مثلا ابوك بتاع ده عمك، ما تصلش اختك؟ لا فيش كده. صله الرحم واجبه باجماع، خلاص. ورب العالمين بيقول فلا عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فاذا يعني انا ايه يعني صله الرحم واجبه، فابويا بيقول لي عشان بابا متخانق مع عمته فبيقول لي ما تكلمش عمتك، انت ايه اللي وداك عندها؟ لا اقول له انا ما اسمعوش اتكلم معاه بالراحه وامره بالحسن، خلاص، باللطف واللين. ما اقولوش بقى بص بقى انت صاحب معصيه، ده طريقه غلط. وما اقول له ايه؟ اقول له والله يا بابا يعني ربنا امرني بصله الرحم، ما ينفعش اللي انت تيجي تقول لي منكر، اللي انت تامرني بمنكر. يقول لي يا ابني وانا كونك بتقول لي ما تروحش تزور عمتك فده منكر، فانا مش هسمع كلامك للاسف، انا هسمع مع احترامي ليك يا بابا بالطريقه دي. طيب الحاجه الثانيه، واحد مثلا واحده تيجي بتقول انا والله التزمت وبفضل الله لبست الحجاب وبابا بيامرني ان انا اقلع الحجاب، الحجاب قولا واحدا فرض ولا مش فرض؟ فرض. فرض. هل في خلاف؟ يعني هل في حد مثلا من الفقهاء والعلماء قال لك والله اصل الحجاب فيه ممكن يكون سنه، او الحجاب ده لا ده عاده مش عباده مثلا؟ لا مفيش الكلام ده خالص، ده باجماع اهل العلم قاطبه، خلاص، منذ النبي عليه الصلاه والسلام الى يوم الناس هذا. العلماء، انا اتكلم عن العلماء، انه الحجاب فرض بنص كلام الله وبنص كلام سيدنا رسول الله. شوف انا بقول بالنص، بكلام رب العالمين وبكلام سيدنا النبي الامين صلى الله عليه وسلم. طيب البنت تقول لي اعمل ايه؟ اقول لها لا تستمع لكلام امك ولا تستمع لكلام ابيك اذا امراك بمعصيه، لان الحجاب ايه؟ لان الحجاب فرض، خلاص. طيب وهكذا، واحد مثلا ابوه بيامره، ده عند بعض مثلا يعني سبحان الله العظيم ان هو ممكن يامره بقضيه خلافيه، بقى دي هنا النقطه المهمه، قضيه المساله دي فيها خلاف بين الفقهاء وابوه بيقول له يا ابني انا بقول لك ما تروحش، الاصل هعمل ايه؟ اقول له حاضر يا بابا، ادام المساله خلافيه بخلاف بين الفقهاء، حاضر يا بابا، ولكن انصحه بالرفقه. بمعنى النقاب فرض قولا واحدا؟ لا. طب ده خلاف؟ بابا بيقول لي لازم تلبسي او تخلعي النقاب وانا لابسه النقاب، طب اعمل ايه؟ اقول والله انصحه بالرفقه باللين. طب والله بابا لما اقول لك استجيبي لكلام والدك وواحده واحده معاه ما تقفيش قصاده. طب يا مولانا هو النقاب؟ اقول لك لا، ده خلاف بين الايه، يبقى اذا لا طاعه للوالدين في امر فيه معصيه باتفاق اهل الايه، باتفاق اهل العلم.